يقول السائل: هل الحجامة لها وقت معين؟ وإذا كان لها وقت معين، ما هذه الأيام؟ وهل فيها مضرة إذا لم تفعل في وقتها؟ الحجامة علاج وطب نبوي ومجرب ومفيد، أما وقته هذا يسأل عنه أهل الصنف. أنا ما أعرف أهل الصنف اللي يعملون الحجامة للناس، هم اللي يعرفون أوقات الحجامة. نعم.